تونس الأخرى، مرحبا بكم معنا من جديد في ساعتنا الثانية من تونس الأخرى. ما زلنا معكم حتى للسبعة متاع العشرية. مرحبا بلي نونسوا فيهم ونونسوا فينا وخارجين مروحين من الخدمة. نعرف قداش صعيبة الحكاية أنك تخدم دوبل سيونس وقت اللي أكثرية صحابك يخدموا سيونس يونيك. الأصعب أنك تروح تلقى شكون فدا مقايل ومفرشك مدوش وانت وقتها ضربك النوم وتحب تشد روحك باش ما ترقدش مخر باش من غدوة نجم تقوم بكري. نعرفوا كل السيكل هذاك الكل تعدينا به وربي معاكم وان شاء الله نكونوا موانسينكم بالبي وان شاء الله تكونوا كيما قلنا حاضرين بروغرامات باهية للعشوية متاع اليوم في تونس الأخرى. كما زدتوا كيف التحقتوا بنا نحاولوا ناخذوا بلادنا من جهة الباهية من جهة متاع الأخبار الإيجابية. مانيش في الشاعرية كما قلت في أول البرنامج، مانيش في الأسبي رومانتيك متاع الحكاية، في الأسبي متاع يظهر لي توا وصلنا في تونس المرحلة متاعي أما نخدموا يا أما يزي، معناها كما قال الآخر نخضروها ونبيعوها نرميو عليها باش ويزي. لازمنا نخدمو باش نجمو نعيشو باش نجمو نواصلو مع بعضنا في البلاد هذي. ما هو اللي يحكمو في البلاد اليوم سيلش قالونا راهو هاي حاشنا بدستور باش نجمو نبنيو، هاي نبنيو نتعاملو مع الواقع. كيما قلت اذا صوت بلا اذا قطعت اذا ما يهمكش في الشأن السياسي اليوم لازم نتعاملوا مع واقع. الواقع يفرض علينا أن نبني والواقع يفرض علينا أن نقدم والواقع يفرض علينا أن نلقاو حلول. لذلك علاش في البرنامج هذا اخترنا لو شوا دو جورناليزم دو سوليوشن، صحافة الحلول وإلا إعلام الحلول. ما هو برشا فيكم يسمعوا فينا يقولوا الإعلام ممكن واحد من المشاكل متاع العشر سنين هذي. الإعلام ياسر قدم لنا بلادنا على أساس الصورة السوداء والسوداوية. هنا باش نحاولوا نغزروا للكوتي الاخر متاع الكارت بوستال، للجانب الاخر متاع الصورة اللي نجموا نبنيه فيه ونحلموا فيه مع بعضنا بعد شوية. جوستما باش نحلموا في فقرة اسمها تونس تحلم، كل مرة باش نحكيوا على موضوع على حاجة ديتاي نجم يكون كبير ياسر نجم يكون بسيط جدا، حاجة ديتاي نحبوا نراوه يتبدل في بلادنا. من الفوسفات اللي نحبوه يرجع ينتج 10 ملايين و 20 مليون طن في العام، الأبسط الأشياء كيما السيركولاسيون اللي نحبوها تتبدل، كيما نظافة في الحوامة متاعنا، مشاكل تخصنا ككل وتخص ساعات فئات معينة من الشعب متاعنا. اليوم باش نحكيو على الطبة التوانسة اللي قاعدين يخرجوا، أما مانيش باش نقعدوا أونكور أون فوا نبكيو على هجرة الأدمغة وهجرة الأطباء وهاو مشاكل وهاو الأرقام. اليوم باش نحكيو على حلول فعلية، نحبوا نحلموا إنه في تونس اليوم في 2022 تونس ترجع الطبة اللي هاجروا منها يخدموا في وسطها. نحلموا في 2022 في تونس الجديدة انه الاطباء ما يبداش ملي هو بروميراني يخمم كيفاش يركح اوراقه باش يخدم في سبيتار في فرنسا. عنا الحق نحلموا الا ليه، هذي شنو الشعب يريد يذهل. عنا الحق نحلموا بعد شوية تونس تحلم ما توا ببليسيتي صغيرة وراجعينا 6:18 دقيقة. كيما قلنا نحلم أنا اليوم كمواطن تونسي أنه الأطباء تاع بلادنا يقعدوا في بلادنا، ونحلم زادة أنه الأطباء اللي هاجروا يرجعوا لتونس. أما ما لازمهاش الحكاية تبقى في الحلم، كيفاش ينجموا الأطباء هذوما يرجعوا ويخدموا في بلادهم؟ توت سويت الإجابة في تونس تحلم. تونس تحلم، نحاولوا نتعرفوا على الإجابة من السورس. شنو معناها من السورس؟ ناخذوا طبيب تونسي قرا في تونس خدم في تونس لمدة سنوات ثم اختار انه يهاجر كيما برشا من الأطباء الشبان اليوم التوانسة لفرنسا. البعض باش يمشي لألمانيا، أكثرية في فرنسا. ما يهمش الأرقام هذية على قد ما يهمنا ان نعرفوا الحاجات مش الأسباب هذا اللي خليتهم يهاجروا، نعرفوها زيد. يهمنا نعرفوا شنو اللي نجم يخليهم يرجعوا لبلادهم. معانا مباشرة من باريس الدكتور صلاح شهيبي. صلاح شنو حوالك؟ مانيش في باريس، مرحبا بك. خالد ماكش في باريس؟ فين انت؟ لا مانيش في باريس، سود دو فرانس، اون ارديش. اون ارديش، اوكي بونسوار. شنو حوالك صلاح؟ الحمد لله الحمد لله خالد، ان شاء الله تزيد تكونوا بخير في تونس الاخرى، وان شاء الله اترافير ليميسيون اللي قدموا فيها نجموا نقدموا حلول وحلمه جديده للشباب محتاج جدا الحلول والحلمه كبيره تخليه يقدم في البلد. خارق العاده، ماني قاعد تسمع فينا ملي بدينا.
نجم نقولوا عندي ربع ساعة نسمع فيكم ربع ساعة تسمع فيك بي ما نطولش عليك. يبدو أنك في السبيدار تخدم كيما كنت أسمع كيما كانوا المستمعين مركزين معنا. شنو الحاجات اليوم مش نحب نحكي معك على شنو الحاجات اللي تنجم تخلي اليوم طبيب تونسي في تونس ما يخممش في الهجرة، وشنو اللي يخلي خاصة طبيب مهاجر كيف كنتي وبرشا كيفك يرجعوا لبلادهم؟ على خاطر يبدو لي انه دون لو فون دون لو فون معناها ماذا بيك تخدم في تونس ديجا. اسكو الهجرة بالنسبة ليك وبالنسبة لبرشا غيرك كانت اون اوبليغاسيون، كان هل كانت حاجة إجبارية ولا اختيارية؟ هو خلينا نتفهموا خالد انه موضوع هجرة الكفاءات والشابة موضوع معقد ومتشعب برشا، اسبابه مختلفة متعددة بين شخصية وضع العام، لكن تبقى اختيار في الاخر. وهي اكثر من ذلك انا نقول حق كما كنت تحكي انت، هذه كل نقول فيه باش نخرج من منطق الوصاية وتوزيع صكوك الوطنية من دون الغوص وفهم الاسباب الحقيقية والمشاكل الحقيقية للقطاع. السؤال الحقيقي اللي يطرح روحه هو شنو اللي يخليك ترجع؟ السؤال هو شنو اللي تقعد ولا شنو اللي يخليك تمشي؟ معني باش نرجعوا اليوم باش نقترحوا الحلول لازم نرجعوا للاسباب ولو بطريقه سطحيه وبشكل عام. كيفاش اليوم تنجم توقف لي موراجي سيت اكزاكت ماسيف اكزاكتومون اليوم تنجم تعطيهم طرح انهم يقعدوا في بلادهم ويخدموا اكثر بلادهم في وضعيات مخالفه للي عشناها، ولا نقولوا بحلول ومستقبل ملامحه اوضح من اللي كنا فيه. اي اكزاكتومون هذا شنو اللوج؟ احنا انا مسؤول قدامك توا اليوم سوبوزو انا مسؤول في الصحه مسؤول في الدوله اللي تحب صح انا مسؤول في الدوله قدامك، جيت قلت لك سلاح نحبك ترجع لتونس، اعطيني شروطك اون ديري في انترتيان تاع خدمه، اعطيني شروطك تفضل. معناها راه ما نجموش زاد نقولوا نفهم انه ما نجموش نقولوا للعباد اللي عايشين في وضعيه كوميم مرتاحه معناها مقارنه بالوضعيه في تونس انهم يرجعوا فاسيلمون. اعطيني اون ديري كوارجي خرج وباش يرجع عشان نعطيه كونترا عشان نعطيه لوفر دو في ولوفر بروفيسيونيل. هو خالد اليوم انا ما نتمنىكش تكون مسؤول في تونس اليوم على خاطر بالحق هي مسؤوليه كبيره ويظل لي وضعيه غير مريحه لاي مسؤول في الدوله التونسيه، وانا نحيي العباد اللي قاعده تحمل في مسؤوليتها وقاعده تحاول تغير ولو البعض من الكثير. على الدوله اليوم انها تحمل مسؤوليتها في اصلاح القطاع، احنا غون شونتيرا وفوديق، واذا كان بعد كارثه صحيه كيما الكورونا ما راجعوش اولوياتنا ونفهموا كون اليوم الصحه هي اولويه في خيبه المنفعة. ولازم المواطن اليوم يفهم انه الطبيب فرد بتو معاه هو ضحيه اهمال القطاع العمومي، وانا لومي راهو اليوم موجه اكثر لنا نحن في شخصيتنا في شخص اصدقائي، خاطر اوني مي كومبليت مي فيكتيم كوم تو نون، معناها المشاركه بالصمت كانت مساهمة بشكل مباشر في الحالة اللي وصلها المستشفى العمومي اليوم، خاطر مهمتنا أن نطالبوا بحد أدنى من الإمكانيات باش نجموا نقدموا خدمات صحية تليق بإنسان بمواطن ينتمي لدولة تتباهى بالديمقراطية على الأوراق اللي عندها ناس تموت بالبيترات خاطر ما فهمش بلايت وخاطر ما فهمش سورس أكسجين، ويظل هذا مفهوم والعباد تعرف راهو خالد بالحق. معناها أنا ساعات نقول لا يعرفوا العباد أما أنا توندونس باش نتناساو كهو. شو دونك مانيش نقولوا كلنا فاسدون كيما احمد زكي، نقولوا كلنا مسؤولون. انا يظهر لي كنت معك في بلاتو في 2016 ولا 2017 وحكينا نفس الحكايه كلنا فاسدون كلنا مسؤولون، ويظهر لي وقيت باش اليوم بالحق نتجاوزوا. يعطيك الصحه في البيدره هذه بالحق اليوم لازم نتجاوزوا ونطرحوا حلول، نمدوا دينا الحلول وسيبهم معناها غالي سا 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 دون با سوليسيون باش نلقاو حل باش تاكل. دونك كونكريتمون نمشيو في الفون تاع اللي نحبوا نعملوه احنا في البرنامج هذا شنو الحلول؟ خاطر من الاخر ان نربط زوز اسئله في سؤال ممكن فما برشا عباد يسمعوا فينا توا سلاح يقول لك فينا الماء قاعدين تخرجوا على الفلوس معناها باش تعطيني حلول شنو تحب؟ معناها ما نعطيك فلوس برشا فلوس باش ترجع هذا هو هل فهمت؟ خاطر فما تناول اعلامي زاده مالوروزمون خرج الاطباء كمذنبين الدوله تصرف عليهم وكانه والديهم ما يدفعوش في الاداءات وهما خذوا دبلوم وهربوا. انا جو بونس الارغومون فاسيل ونفهم العباد، معناها كي تبدا تخوض في نقاش في حوار ماذا بيك تمشي لاسهل طريقه واسهل ارغومون. اما خلينا نكونوا عمليين بالحق، كلمه سر هي البنيه التحتيه خالد والامكانيات التجهيزات. الطب اليوم في 2022 هو الطب يتطلب الامكانيات الماديه واللوجستيه، رغم لي سوان ساكوت شيخ وهذا نفهمه العلاج يكلف، اما راهو لا سونتي نا با دو بري، الصحه ما عندها ثمن وهذه مهمه الدوله. ما فماش طب من غير تجهيزات، وكذبه اطباء بلا حدود يخدموا بلاش امكانيات
معناها ميدسان سون فرونتير اخطاوا منها بالله، على خاطر امكانيات ميدسان سون فرونتير تضاهي تجهيزات اكبر واعتى واحسن المستشفيات في العالم جوده وكل. معناها اليوم زاده كان بروبليم دو فون ونجم نشعبوا فيه ونجم نحكي لك حكايه اخرى، نجم نقول لك لازم اليوم زاده نمشيو لتكوين احسن للاطباء، لازم اعاده النظر في بعض المناهج مع فتح الافاق لتطوير المهارات من غير محسوبيه، من غير فافوريتيزم، من غير استغلال. راه مش ولد الجراح مش لازم يكون بشرطه، هي معناها مش لازم هو يتعلم والناس تتفرج، راهو بخطة جيلو سافوار يخليك تكبر وكبرك في عينينا ما ينقص منكم شيء اساتذتنا الاعزاء. معناها الفكره هي خليه فو كوليك جونيور يقدموا ويستنفعوا بور بروندر لا روليف، من بعد ينجموا يعالجوا عباد اخرين ونجموا يشقوا لعباد اخرين ونجموا يعملوا عمليات كبيره لعباد اخرين. دونك من الاخر انت قاعد تقول لي انه غادرتوا ولا تقريبا قاعد تقول لي هربتوا على خاطر هربتوا دون لو سونس مش الخايبه، هربتوا على خاطر ما تنجموش هربتوا هذيك هي هربتوا هربنا خاطر ما عادش نجم من الانيغاليتي داكسي وسما، ما عادش نجم اليوم المرحله اللي وصلتها تونس ما تنجمش لو تعمل سبيطار من غير بلاتو تكنيك وتجهيزات وموارد بشريه. مش عادي يكونوا الثلثين نتاع مستشفيات تونس عباره على ديزير ميديكال، معناها اورجونس فيتال، عبد ينجم يدير حياه ويموت لازم يعمل 400 500 كيلومتر باش يوصل للسبيطار. مش ممكن يتواصل الوضع هكا، وشنو تنجم تطلب انت مثلا من طبيب قلب يصرح في الشرايين يخدم في السبيطار ما فيهوش سال دوكاتي، معناها ماتريال تصريح الشرايين ما عندوش. اش تحبوا يعمل انت عباره اليوم شديد كوارجي حطيته في فينال كوب دي مون وهبطوا من غير سبيدري، اش تحبوا ما ينجم يعمل حتى شيء حقيقه باش تقرب الصوره. واضح معناها اطباء بلا حدود متفقين وفاهمين، وحق الدوله علينا وحق الشعب علينا وحق عائلتنا علينا باش نحن نعالجوهم. انا كي تبدا ما عنديش الامكانيات نكون مشارك في جريمه، انا فنعرف عباد مرضت نفسانيا العباد تتعب قال معناها شيداوي يتعب. لو جون ميدسان اليوم يخرج على خاطر ما نجمش يخدم خدمته تو سامبلومون. اكزاكتوم، نوجه ساعه تحيه كبيره للعباد راهي اللي عدت وقت وضيعت سنين وضيعت هكا بالكلمه تخدم في السبيطار العمومي، واليوم وصلوا لمرحله اللاعوده معناها على خاطر مستاهل تقعد في السبيطار الببليك. بيان سور باش تقول لي راهو فما مشاكل، فما فساد، فما اكتيفيتي بريفي، فما نفهمك موجود، اما ما تنجمش انت الشيخ يحفظ ولا يقاسوا علي، ما تنجمش تعمم التجربه هذه على العباد الكل. ما تنجمش اليوم طبيب شاب في طور التعلم قاعد يجيغ لوبيتال بيبليك اكثر من 16 ساعه في النهار ويجيغ لي زورجونس وستريس، ما تنجمش تحملوا مسؤوليه. قد يخلص ليه؟ قد يخلص؟ قد يخلص؟ والله ما عادش عندي مانيش متذكر. اي تقريبا وقت اللي خرجت انت يمكن في 1000 دينار 900 دينار اللي خرجت انت. معناها ميتسان تيرن نحكيو على مازال ايتوديون بالمعنى الكلاسيك. حتى ايتوديون جو بونس، حتى معناها نجح في مناطق الاختصاص جو بونس. الحقيقه ما نجمش نعطيك ارقام غالطه معناها من الاخر. شوف خلينا نعملوا كومباريزون. في تونس الاطباء الصغار يوصلوا ما بين 50 و80 ساعه ديزون في الجمعه ويخلصوا 1000 دينار. وقت اللي في فرنسا مثلا لا مثالش خلينا نفهموا علاش انتم قاعدين تخرجوا في فرنسا مثلا ما يفوتوش 48 ساعه في فرنسا. ظروف عمل خير، ظروف تعلم خير، ظروف تلقين خير، عندهم حقوق، عندهم اما ماهوش ديما نرجع ونقول لك ماهوش هذا المشكل باش ما نبعدوش على لب الاشكال. معناها شوف انا بكري نحكي لك راه لازمنا اليوم دي بلاتو تكنيك ولازمنا لازمنا نخدموا على ديزير ميديكو ولازمنا مستشفيات، راه هذا كل ما يصير شكيكه، راه لازم يصير بعقل بفكر بخيال بمشروع بنات باللامركزيه باش نبعدوا عن اللامركزيه، على خاطر راه عندنا اريتاج كبير، عندنا حمل ثقيل نحن مانيش فايقين به، عندنا مركزيه الجامعات الطبيه، عندنا مركزيه سي اش يو، ثلاثه كليه طب يا خالد راهم بينتهم 150 كيلومتر. معناها المستشفيات الجامعيه اليوم متركزه هكا، والمستشفيات الجامعيه لازمها جامعات وتبيع وقيد يظهر لي باش نتلفتوا زاد الجهات المحرومه من الخدمات الصحيه الجامعيه. مش معقول كانوا فما 6 ملايين في تونس ما عندهم سي اش يو. معناها ليتيديون اللي الفكره المطروحه برشا نتاع ليتيديون ما يحبش يخدم في المناطق الداخليه، تقول انت على خاطر كي يمشي المناطق الداخليه ما عندوش باش يداوي تو سامبلومون، كيما تقول انت هزيت نجار وما عندوش مطرق وبيجي يتحمل مسؤوليه اكبر منه. المسؤوليه هذه ماهيش باب نتاع النجار، هذه روح بشريه.
صحيت صحيت فما فما برشا مشاكل خالد ما نعرفش كان نجم كان عن الوقت باش نزيدو نحكيو. اعطيني حلول اعطيني حلول انا باش اعطيني حلول عندي اليوم باش ترجع كيما برشا كيفك دونك نلخصوا نحاولوا نلخصوا في في 45 ثانيه دقيقه من زمان شنو الحلول باش اليوم التوب توينس يرجعوا الحلول نمشيو ديما في الحلول يرجعوا ما نجيبش نحط روحي في بلاصه العباد الاخرين كيما قلت لك نجم نقول لك شنو المشاكل اليوم اللي نحطوا اللي لازم مراجعتها اليوم مثلا المنظومه الصحيه اليوم ما تنجمش تخدم غير كنعم راهو لاكيس ناسيونال ديسونس مالاتي اليوم منظومه مهمومه منكوبه فاسده كيما اغلب المؤسسات العموميه لازم تتحط تحت المجهر ونفرق الرمانه ونقول هذه راهي مؤسسه فاسده ولا مؤسسه ما عندهاش فلوس ولا مؤسسه فيها مشاكل ما نعرفش هنا ومش معقول اليوم يوصل دوي المريض بعد ما يموت بسبب اجراءات اداريه معقده ولا عجز في الميزانيه هذه روح بشريه راه مش كهرباء مشاكل كبيره يا خالد دونك انت قاعد تقول لي سلاح على الاحتكار قاعد تقول لي انه معناها مراقبه الخاص الادويه والصفقات العموميه المشبوهه مازلنا نجمو نحيو على لوبيات الكلينيكات بارونات الصحه مازلنا نجمو نحيو على ديشي سيبتيك كيفاش نلوح اليوم في زبل اغرب الاداره فين يجي بدون مراقبه بدون متابعه الحقيقه اسلح يزينا من المشاكل نحبوا نحكيوا حلول فهمك انه معناها انت قاعد تقولي هذوما اللي لازم نلقى الحاجات اللي لازم نلقى لهم نلقاو لهم حلول باش اليوم معناها ماهيش المشكله الحل ماهوش فردي اليوم الحل جماعي نصلحوا المنظومه الكل تا والتوبة يرجعوا من الخارج والتوبة اللي في تونس ما عادش يخرج تو سامبلومون نحسنوا سبيطاراتنا نحسنوا امكانيات بزي أكيد بزي. إمكانيات سبيطارات ما نعود نشوفوا الهياكل المتعلقة بالصحة كما عملكنا نوتامون الدولة هذه اللي محتاجة بالحق الناس تفكر محتاجة الناس تعرف تتواصل وتوصل معلومة ناس عندها مشاريع وعندها خيال تو يا خالد بلي ولو أنه موضوع هذا ستم سوجي دو ديبا تو بلي نحن كل عام نبعثوا ما بين 100 و 120 طالب ما بين طب وصيدلة لأوروبا الشرقية دوفيز وفلوس خارجة طلبة هذم يرجعوا بعد 5 سنين ولا 6 سنين يعملوا المعادلة بتاعهم ويخدموا في تونس شنو ضر انت كان انت تعمل كليه طب خاصه اليوم وتكون ملحقه بمساحه خاصه ولا سمي ايتاتيك ليهم طلبه اجانب ونولي تونس مركز لاستقطاب طلبه اجانب يقراوا الطب عندنا ونحن عندنا معناها من الاساتذه والمكونين ما شاء الله دي سميتي مش مشروع مربح هذا تبع الدوله تبع للدوله بطبيعه تبع للدوله سوجي سيستم بروجي ديتا هذا مشروع مربح للناس الكل وللاطراف الكل وتحرك به سوق وتحرك وتخدم بها عباد نحن شنو وضرنا اليوم كان تحول بلادنا بلاد متاع توريزم ميديكال كيما البرتغال ولا كيما ايطاليا ولا كيما جنوب اسبانيا عندنا وتلة فارغه وطب وفريم لبطال ومواسم سياسيه مواسم سياحيه متواتره وتعبه وعندك كفاءات من اعلى مستوى علاش ما تعملش انت دي ميزون دو ريت علاش في بلدان اوروبا الكل سيتم بروجي حل الباب وسهل الاجراءات وواضح علينا من القوانين صادقه واضح واضح معناها فهمتوا مليح تسمعوا في 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 سلاح عمرك مسالش عمرك 33 34 سنه 34 سنة معناها سلاح اللي تسمعوا فيه نورمالمون كانت عادلكم الاحساس كيما تعادل لي انا يحكي على الفرستراسيون تاع منظومه كامله ما نجمش يكزيرسي فيها ما نجمش يكون يخدم فيها على اريحيته دونك عادي جدا كلنا يذولك في الوضعيه نتاعهم هما ربما كنا نغادروا يقول لك نصلحوا المنظومه الناس كل مع بعضنا وقتها نجموا نضحيوا مع بعضنا ونجموا نبنيوا مع بعضنا اما في ظل المنظومه هذيا اللي ما فيهاش عدل وما فيهاش احترام للتكوين نتاعهم وللخدمه وللقرايه وللتعب اللي تعبوه ما ينجموش يرفضوا العروض اللي تجيهم من برا تو سامبلومون سي كوم سا ميرسي بوكو سلاح استاذ مع ديبا كبير ياسر كان عندك كلمه ختام سينو ميرسي انورميمون يعيشك ديما نقول حلول موجوده نبكي على المخ والاراده يظل المشاكل حكينا فيها واضحه محسومه وخليني بالحق نجيك للصحيح خالد خاطر زاد اليوم الفلوس ماهيش وحدها اللي تخلي العباد تخرج نخرجوا من تونس خاطر كي توقف تاكسي ما يقولكش ماكش في ثنيتي ونخرجوا خاطر كي صغير في الاوتيل باش يعمل بيسين وكعبه بيتزا ما تهنتلش قدام باب بابورتي هنتلك وتمشي الريستورون مع اصحابك وعائلتك ما يعملكش كانك جاي تطلب معناها راهو انا نتكلم بحرقه كيما هكا خالد خاطر انا ولد المرفق العمومي ولد المدرسه العموميه ولد السبيطار العمومي غيظني روحي متوحش حاجات في تونس بعض الذكر اللي تونس اللي في مخي راهي حلمه ما عندها حتى علاقه بالواقع اللي يعيش فيه المواطن التونسي الحالي مي جو غارد توجور اسبوار على خاطر تونس اخرى ممكنه كيما قلت انت من الاول تونس اخرى ممكنه ميرسي بوكو دكتور سلاح شايبي كان معنا من فرنسا حاولنا نقدموا حلول المشكل
هجرة الأطباء. يقول لك اليوم الأطباء حكي باسمهم سليح، ونتصور برشا من الطب اللي خرجوا من تونس يبرتجيوا معاه نفس الافي نتاعو، نفس الموقف نتاعو. اليوم نحسنوا المنظومة، نحسنوا سبيتاراتنا، نحسنوا زادة الشهرية خاطر عندهم حق نتاعنا، تو نرجعوا نحسنوا زادة المستوى نتاع العيشة اللي نعانيوا منه الناس الكل. ما يسالش، مازلنا في محاولات اقتراح الحلول في القطاعات الكل. كيما قلنا نحلموا انه تونس تولي خير، ونحلموا باش الطب نتاعنا ما عادش يخرجوا من بلادنا. هي حلمة كيما يقول بلتي، احنا موزلين حتى للسبعة متاع العشية على EFM احلى راديو. بس الاخرى برنامج بديل خمسة متاع العشية، وينتهي ان شاء الله بعد 20 دقيقة تقريبا. تنجم تعود تفرجوا في لي روبريك متاعنا الكل على الباج فيسبوك راديو EFM، ولا مرحبا بكم كان تابعوا فينا على الشين يوتيوب متاعنا على EFM تيفي. في تونس الأخرى كيما قلنا من أول البرنامج، اختارنا نعطيه حلول، نعطيه ديز الترناتيف للمشاكلنا اليومية، للحاجات اللي تعترضنا كل يوم، باش نجمو نبنيه ونجمو نوليه ونراه بلادنا خير، مش نجمو نقعده فيها وإحنا فرحانين حتى أكثر شوية، حتى 100 جرام. ميسيلش قاعدين نحاولوا، قاعدين ان نقاوموا، مش ما نكرهوش بلادنا كومبليتمون، على خاطر ما نجموش نكرهوها كومبليتمون. الحل الوحيد هو انه نصلحها باش نواصلوا نعيشوا فيها مع بعضنا. برمي المشاكل اللي تقابلنا كل يوم، واللي ساعات كيما كان يحكي صليح دكتور، برمي المشاكل اللي تقابلنا في بلادنا هو انعدام ساعات العدل، و انعدام الحماية القانونية متاعنا احنا كمواطنين توينسا في مختلف الوضعيات. احنا كل مرة في الفقرة اللي باش تسمعوها توا باش نحكيو على واحدة من الوضعيات، باش نحكيو على وضعيات مختلفة، باش نحكيو على فئات مختلفة من المجتمع، وعلى المشاكل القانونية اللي تقابلهم. وانتوما كان تسمعوا فينا كيف ابعثونا المشاكل ولا الاستشارات ولا التساؤلات القانونية متاعكم، واحنا في كل مرة ان نسلطوا ضوء ونحاولوا نجاوب عليها في القانون متاعنا ولا في القوانين متاعنا. فمن برشا حاجات، فمن برشا حقوق نمتلكوها احنا كمواطنين وما نعرفوا ايش، خاطر ما عناش لكولتور جوستمون القانونية، الثقافة القانونية اللازمة. هذاك علاش نحبوا نقويوها شوية، نعملوا فيها اتيود ديزو مع المستشارة خولة اليحمدي. خول مش مستشارة، احنا مسلمين مش مستشارة، ما الفقرة اسمها مستشارة خولة. شنو حوي عسلامة، مرحبا بك خالد، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة EFM. اليوم اخترنا باش نحكيو في فقرة المستشارة على ظاهرة في الحقيقة اختيرة برشا، عام على عام قاعدة تزيد وتتطور في بلادنا إلى أن أصبح الأمر لا يطاق. من غير ما نطول عليكم، موضوعنا اليوم هو ظاهرة العنف المسلط على النساء في تونس. أيوة. لهنا شنو نقولوا؟ نقولوا يا مدام برا إشكي، يا أنسة برا إشكي، راهو القانون عدد 58 لسنة 2017 يحميك. تقول لي كيفاش وشنو القانون هذايا وش معناها عنف، ووقتاش النجم نقول اللي أنا قاعدة نتعرض للعنف وشنو النجم نعمل بالضبط. أيوة. هوني نجيب في البداية القانون. أي فجي هوني أنا قاعدة خاطب في النساء. أي نخرج منها معنا هنا. لا 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 لا، مرحبا بك انت الكل في الكل، راه مرحبا بكل. قلنا في البداية القانون عدد 58 لسنة 2017 هو قانون أساسي مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. القانون هذايا عرف العنف في الفصل 3. العنف هو كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة، أساسه التمييز بسبب الجنس، والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات سواء في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة. أيوة. القانون هذايا يحمي الضحية ويعاقب على ارتكاب العنف، والعنف بطريقة أوضح حسب القانون هذا هو أنك تستعمل القوة باش تتعدى على النساء، والعنف هذي عنده برشا أثار على المرأة توصل في العديد من الحالات إلى حد القتل. هذي اللي شفناه في العديد من القضايا التي أثارت يعني جدل في يعني وأصبحت قضايا رأي عام، فما بالك بالقضايا المسكوت عليها واللي ما تكلمناش فيها واللي تعديت مرور الكرام. باهي نمشيو للحلول. شو الحلول؟ هاي معناها من الاخر تو مرأة تسمع فينا تعرضت لعنف، في الضرب، تكلت ريحة، شنو تعمل؟
أول حاجة خاطر حتى في أغلب الحالات يحسوا بحالة ضعف، بحالة ساعات توصل للقهرة، شنو نعمل؟ نمشي نشكي، ما نمشيش نشكي، كي نمشي نشكي باش يضحكوا عليا، كي نمشي نشكي باش يطفيوني، باش يقولوا لي برا مشي لراجلك. هذه شنو صاير في بلادنا؟ ايش نحكيوا فيه؟ هو ما يطفيوهاش، بالعكس المشرع كان فايق للنقطة هذه، عمل خلية خاصة للإنصات، معناتها للنساء هذوما، والبحث في قضايا العنف ضد النساء. دونك في كل منطقة أمن تلقى يعني خلية خاصة مصلحة العنف ضد المرأة، معناتها تستمع إلى النساء ضحايا العنف وتفتح يعني بحث في القضايا هذه. دونك أي امرأة تتعرض للعنف تتوجه ديريكت لأقرب منطقة أمن، تمشي لمصلحة العنف ضد المرأة، تقدم شكاية متاحة، تاخو تسخير طبي من عند مصلحة العنف ضد المرأة وتتوجه لأقرب مستشفى معناتها يوجهوها ليه، تمشي تعمل الشهادة الطبية متاحة ومن ثم ترجع السيرتيفيكا متاحة، بيان سور تخلي منها كوبي عندها علامياتي وترجع للمنطقة الأمن، يعني يضمنوا هكا الشهادة الطبية في المحضر وتتعدى للنيابة العمومية. يعني بون قبل يكافحوهم في المنطقة، معناتها لازمها تتكبش يعني في التتبع العدلي، ما تسلمش، ما تتأثرش بالعائلة اللي تقول لها لا أسكت على العنف، بالمجتمع اللي يضغط عليها أسكت على العنف، لا هوني لازمها تتكبش في حقها وتتبع عدليا وتوصل للنيابة العمومية، وكذلك قدام وكيل الجمهورية تتمسك بالتتبع العدلي ومن ثم تتبع القضية متاحة، ويا حبذا انها الطالب يعني تعمل القيام بالحق الشخصي باش تاخو التعويضات متاحة على الضرر اللي انتج. يعني تعويضات شنو ما هم كونكريتمون؟ فما التعويض المادي اكيد، كي تبدا عندها عنف معناتها واضح وفما معناتها ايدانه واضحة، بيان سور الطالب بالتعويض تاخو التعويض متاحة، تاخو فلوس اكيد. خاطر معناها المستمعين ممكن تسمعوا فينا تقولوا الموضوع هذا تحكي فيه برشا، هو واحد من المواضيع اللي اون بارل جامي اسي، معناها ما نحكيوش فيهم على قد ما نحكيو فيهم، وديما لازم انزل. هي راي ظاهرة وجريمة قديمة جديدة متجددة، دونك قاعدين نشوفوا في نسب العنف قاعدة تزيد، وبرشا معناتها إحصائيات عملها الكريديف وبرشا دراسات اتعملت معناتها وقاعدة تثبت اللي معناتها منسوب العنف قاعد يزيد، خاصة المسلط على النساء، سواء في الأسرة داخل الأسرة أو خارج الأسرة. يعني ساعات تلقاها يعني هاك تشوف مؤخرا معناتها في إطار العائلة، معناتها يضرب في أمه معناتها ولا أخته، ولا فما برشا اعتداءات على النساء، فما برشا ضغط على نساء نفسي جنسي مادي معنوي. يعني بالحق معناتها المرأة قاعدة تسوفري في تونس، ما فما قانون يحميها إلا أنه فما نساء ما تعرفش كيفاش معناتها كيفاش تاخو حق، كيفاش نال الحلول باش تاخو حق. جوستما فما ما يسمع فينا يقول لك بي فما عنف على نساء، فما عنف على رجال، وي فما عنف على نساء، فما عنف على رجال. احنا في كل مرة باش نتناولوا واحد من المواضيع كيما كنت نحكي، يسمعوا فينا ممكن العباد تقول الموضوع هذا ماكم حكيتوا فيه ولا كلكتوا فيه برشا، علاش تعاود تحكيوا فيه؟ على خاطر مازال موجود. انا في السال دو ريونيون جوستما بكري نتناقشوا فيه، وسيما وراني ميساجات نتاع عشرات مش نقولش مئات الميساجات من مواطنات توانسة يسألوا فينا احنا كوسيلة إعلامية كيفاش ناخو حقي راني تضربت. التو ما زلت الحكاية وما زلت شائعة الحكاية، والنسيم ما زلوا ما يعرفوش كيفاش ياخذوا حقه. هذا علاش احنا طرحنا الموضوع، لأنه برشا نساء اليوم ما يعرفوش وين يتوجهوا، شنو هو الأرقام اللي يطلبوها، ما زالوا اليوم يسألوا شنو نعمل، السؤال ديما يتعاود شنو نعمل، وين نمشي. كان احنا باختصار جوست نعودوا لهم راهو كيما قلت لكم خولة، فما خلية خاصة في كل منطقة أمن تهتم بجرائم المسلطة ضد المرأة والطفل، تمشي للخلية هذه تسألوا عليها، راهو من حقك باش تشكي، وراهو ما فما حتى حد ينجم يقول لك اليوم برا روح ولا صلي على النبي، اوكي نصليوا عليه النبي مع بعضنا، اما راني نحب نكمل نحب نتمسك بحق. كذلك خالد، وزارة المرأة والأسرة والطفولة عاملة خلايا يعني مراكز إيواء واستقبال للنساء ضحايا العنف، يعني موجودة في 6 ولايات على ما أظن في الجمهورية الكل، فموجودة في جندوبة، صفاقس، مدنين، تونس، و القيروان. فوالا القيروان. ميرسي بوكو استاذ، ميرسي بوكو. كل مره كيما قلنا مرحبا باقتراحاتكم للاستاذه خوله اليحمد، يمكن عندكم اي اشكاليات قانونيه تفضلوا احنا نلقاو لكم الحلول في تونس الاخرى. بعد شويه باش نحكيوا سبور، اهم الانتقالات الصيفيه في 2022 في الميركاتو في تونس
الأخرى. خليكم معنا مواصلين حتى للسبعة نتاع العشية. تونس الأخرى. مرحبا بكم من جديد في تونس الاخر على FM احلى راديو توا 6:49 دقيقه. باش نحكيو سبور في تونس الاخر، ميسي باش نحكيو على الامل، نحكيو على الحاجات اللي تفرح المواطنين، دونك نحكيو على الكوره، على خاطر الكوره زاده تفرح التوانسه. تعرفوا كل شيء تقريبا على الانتقالات الصيفية في البطولة الوطنية مع أصدقائنا في قسم الرياضة. احنا اخترنا انه بعد شوية نمشيو للميركاتو متاع أوروبا. في الميركاتو باش نحاولوا كل يوم نعطيكم ميزة جور على سوق الانتقالات في البطولات العالمية. اي ميركاتو قاعدين نعيشوا في صيف سخون. عمنا والجمعيات كانت خارجة من موسم كوفيد، الأغلبية ما صرفوش برشا فلوس، جمعيات كبيرة لقات روحها في كريز، وفما شكون اللي تحط في وضعية المجبر على التخلي على أهم نجوم، ونحكي بالطبيعة على برشلونة اللي ما كانش بإمكانها تلبية الطلبات المادية متاع ليونيل ميسي. كانت تفكروا في الصيفية متاع عمناول وانتقاله للبي جي. اليوم باش نحاولوا نعملوا ركاب على أهم ما فاتنا في شهر جويليا، وخلينا نبدأوا جوستما ببرشلونة. واحد من أهم الملفات متاع صيف 2022 كان انتقال روبر ليفاندوفسكي، الأسطورة البولونية، الهداف، الماكينة متاع بايرن ميونيخ. انتقل لكاتالونيا لإف سي برشلون كما قلنا في صفقة قيمتها 45 مليون أورو. برشلون ضربت بقوة في الميركاتو هذية، وإن شاء الله نخصولها ملف وحدها ليامات الجاية. ليفاندوفسكي خلى بلاصة المهاجم فارغة في بايرن ميونيخ، خرجت إشاعات على إمكانية قدوم كريستيانو رونالدو في فترة ما ومن ثم هاري كين. أما في انترفيو عملوا قلت البارح أوليفر كان بريزيدان اكزيكوتيف دي كونسي متاع بايرن ميونيخ، كان قال أنه لم ولن يتم تعويض ليفاندوفسكي، وأنه المهاجمين الموجودين إيزازيو البايرن صيف السنة فكروكم أنه نجم نقولوا ترشقة الكونتور متاعهم، ما همش مستنسين يصرفوا برشا فلوس. اي بورتان لا بافير شهدت قدوم ساديو ماني الجوهرة السنغالية في صفقة بلغت 32 مليون أورو من ليفربول. ماتشيس دي ليخت المدافع الهولندي جي في صفقة قيمتها 67 مليون أورو مع بعض لزاد أونز الإضافات اللي نجموا يوصلوا صفقة القيمة 80 مليون أورو. برينير لاكسيال متاع البرازيل، لاكسيال البرازيلي متاع تورينو عوض الهولندي في اليوفي في جوفانتس في صفقة قيمتها 41 مليون أورو باش يكون ثالث ركروتمان بعد بول بوغبا وعودة فريدريكو كيزا. كيف اليوفي باش نخصولها فقرة وحدها إن شاء الله في الميركاتو. خليني توا ما نطولش عليكم، نعطيكم ليست الأهم الانتقالات اللي صاروا في صيف 2022، وغدوة إن شاء الله نبدأ نحكيه عليهم بطولة بطولة ولا فريق بالفريق بالفريق. وطبعا نبدأ نحلو بالدوسي بالدوسي، وبرشة الدوسيات اللي صارت في صيف 2022، من أهمها دوسي متاع كريستيانو رونالدو اللي توا قاعد يحاول يخرج من مانشستر يونايتد في آخر خطوة مفاجئة ليه. كان خرج بيرح قبل ما يوفى الماتش، مش خرج من البارتي، خرج من ستاد كومبليتمون في الماتش أميكال متاع مانشستر يونايتد ورايو فايكانو الإسباني. دونك نرجع كما قلنا نعطيكم ليست الأهم الانتقالات اللي صاروا في صيف 2022. أهم زوز أسماء كانت منتظرة في الصيفية كانوا ليدو كرا كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند المهاجم النرويجي. هالاند انتقل في صفقة غريبة على خاطر قيمته في السوق 150 مليون أورو، ما جددش عقده في بوروسيا دورتموند، وانتقل لمانشستر سيتي مقابل 60 مليون أورو فقط قيمة الكلوز ليبراتوار. هالاند باش يخلص ما يفوق 23 مليون أورو في العام، عزة 442 ألف أورو في الجمعة، عزة معناها مليار و350 مليار و350 مليون في الجمعة، مليار و350 مليون في الجمعة. والله العظيم إيش نعمل وقفة هنا، تو واحد يخلص مليار و350 مليون اليوم نهار الاثنين مثلا باش يخلط يصرفهم حتى نهار الاثنين الجاي. عندنا فكره الكل ينجم يصرف 350 مليون، ما يصيرش المليار شنو يعمل بيه وين يحط بارس دي، مش مشكل مليار و350 مليون في الجامعه انطوكا. ومش هو الاولاني، مش هو اكثر واحد، راهو مش هو اكثر واحد، تنحكي لكم على اكثر واحد غدوة ان شاء الله. باش نبقاو في انجلترا مع مانشستر سيتي اللي سايبت ستيرلينغ لتشيلسي ب 56 مليون اورو، وجابرييل جيسوس الارسنال ب 52 مليون اورو. وكانت البارح اتمت صفقه انتقال البرتغالي سيلفا البرشلونه. كيف نبقاو في انجلترا، ليفربول
سايبت ماني وجابت داروين نونيز مهاجم بنفيكا ب 75 مليون اورو. تشيلسي من جهتها عادت صيف سخون ياسر في جهه الريكروتمون، قاو دونك ستيرلينغ وكاليدو كوليبالي. في جهه الديبار لوكاكو يرجع للانتر في صفقه على شكل اعاره قيمتها 8 مليون اورو، و أنطونيو روديغير المدافع اللي ينتقل للريال مدريد في صفقة حرة بعد انتهاء عقده مع ليبلوز. نخدمه جستما مع الفريق الملكي. روديغير جاي باش يعزز لاكس وون بيبيت جديدة من البطولة الفرنسية جات باش تعزز وسط الميدان بعد نجاح تجربة كامافينجا. تشواميني الميليو أكسيال متاع موناكو قال اختيار عليه باش يعزز القلعة البيضاء. جماهير مدريد يبدو أنه فرحانة بالريكروتمون رغم الفروستراسيون الكبيرة اللي صارت بعد فشل صفقة انتقال كيليان مبابي، الصفقة اللي كانت منتظرة جدا في صيف 2022 واللي كانت خلى عليها ولا رفضها، وإلا خلينا نقولوا موري سد ضغوطات على كيليان مبابي. فما روايات تقول هكا وفما شكون يقول تو سامبلومون تمعوه بالفلوس على خاطر عطاوه برشا 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 فلوس يا عزا، وعطاوه تقريبا مقاليد الفريق. اليوم كيليان مبابي في البي جي تقريبا هو الديريكتور تكنيك، المدير الفني اللي يحكم شنو يصير وشنو ما يصيرش. وفي واحدة من الخطوات المفاجئة اللي ماهيش معلنة طبعا كان عبر للإدارة متاع الفريق اللي تبدلت الكل الإدارة الفنية والتسييرية على رغبته في مغادرة نيمار. نيمار ما حبش يخرج خاطر يخلص برشا فلوس تو سامبلومون بالبي جي. غدو اسمع غدو نحلوا ملف البي جي بالباهي بالباهي كيما قلنا في الايامات الجايه باش نحاولوا نحلوا الملفات نتاع الفرق او فيوريا مزور، كل فريق ناخذوه على حده وكل بطوله على حده، وكل يوم طبعا نعطيكم اهم واخر المستجدات نتاع الانتقالات الصيفيه في البطولات الاوروبيه. نفكروا انه ابارتير من الجمعه الجايه يرجعوا البطولات، رجوع باش يكون مبكر في السيزون نتاع السنة. علاش؟ على خاطر فما الموسم نتاع الكوب دي موند والموعد نتاع الكوب دي موند الاستثنائي اللي باش يكون في ديسمبر. دونك البطولات الاوروبيه خيروا انهم يرجعوا على بكري باش ينجموا يوفقوا ويوفقوا باش يوفيو كمام الموسم في ماي. فما عباد تخدمها مش عباد في جويليا مش عارفة الكالندري متاع بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مرسي بوكو، كانت هذه الميركاتو في تونس الأخرى. مرسي بوكو اللي تبعتونا من الخمسة متاع العشرية. إن شاء الله تكون الميسيون عجبتكم، إن شاء الله تكون الفقرات عجبتكم. نجموا تعاو تسمعوها وتتفرجوا فيها على EFM TV على يوتيوب ولا مختلف فقرات تلقاوهم على باش فيسبوك راديو EFM. مرسي بوكو للإكيب الكل، عزة في الإخراج أسامة في الأعداد، ياسمين كيف كيف، البنات الكل اللي تعدوا معنا، الأولاد الكل اللي خدوا معنا. إن شاء الله الفكرة متاع البرنامج تكون نالت إعجابكم. قاعدين نحاولوا كما قلت في البداية، إن شاء الله أحنا قاعدين نجتهد وإن شاء الله ننال أجري الاجتهاد والصواب والإصابة في الاجتهاد. قاعدين نحاولوا نعطيكم فكرة وإلى صورة أحلى على تونس، على خاطر نعاود ونقول ونكرر ومش نقعد نكرر فيه شيء. على امتداد شهر أوت اخترنا أنه نرأو الباهي في تونس مش النجم ونعيشوا فيها سيناء هاي نسكره ونخرج الناس الكل. لا باه مواصلين معاكم إن شاء الله طويل شهر أوت، الموعد يومي من الخمسة للسبعة متاع العشية. اليوم ما اكتشفتوش الفقرات الكل. نشكر الأستاذة خولة اليحمدي، نشكر صديقتنا خولة مش خولة خولة نقول فوق رجي الجمني كيف كيف الانستغرام لاخر للريزو سوسيو الاخرين. اي حاجة به اسمع، اي حاجة ترجع الامل، اي حاجة تخلينا نحلم بتونس مخير، مرحبا بها، مرحبا بتعليقاتكم. حتى تعليقات اسمع بربي تطيحنا شوية تبيل عز، حتى في التعليقات مثالش ماكم انتم كمستمعين ولا كمتابعين تنتقدونا احنا كاعلام انه نعطيه في صورة خايبة برشا 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 على تونس وعلى الاكتواليتي متاع تونس وعلى الوضع في تونس ككل. احنا زادة مثالش حبيباتنا وياكم نجم ننتقد البعض منكم على ساعات الحدة باش ما نقولش ساعات الخيوبية في لي كومنتير. علاش يا صديقي تخسر من وقتك ومن جهدك ومن عقلك الوقت هذايا والجهد هذايا باش تسب عباد تخدم على رواحها في فيسبوك؟ ابريتو كلنا قاعدين نجتهدوا، كلنا قاعدين نحاولوا، ما فماش علاش لأين نسبك لأنت تسبني. قاعدين نحاولوا نتعداو بتونس الحاجه مخير، نخلقوا في حكايه، نبنيوا في حكايه نجموا نعيشوا فيها الناس كل مع بعضنا في وضعيه مخير. ميرسي بوكو، نرجعوا لكم احنا ان شاء الله غدوه في نفس الموعد على EFM احلى راديو. الموعد يومي تفكروا مليح.
من 5 ل 7 تاع العشيه على اي اف ام على راديو في تونس الاخرى. تحياتي تونس الاخرى.